إن هذا النضال هو نضال استقلالنا، وإن هذا الكفاح هو كفاح تحريرنا. وما إن أعلن عن هذا بصوت مدوي في ميدان الأسكورس في 7 مارس من عام 1971 من الميلاد، حتى قفز الشعب من كافة الأعمار شبابا وكهولا رجالا ونساء إلى حرب التحرير. ولم يكن هذا صوت أحد إلا صوت شيخ مجيب الرحمن، أفضل بنغالي منذ 1000 عام وأبو الشعب البنغالي. ثم تحقق الاستقلال المنشود في 16 ديسمبر من عام 1971 من الميلاد من خلال حرب دامية استمرت 9 أشهر، وأخيرا حصلنا على دولة بنغلاديش المستقلة. وتحت قيادة الشيخ حسينة رئيسة الوزراء الحالية لجمهورية بنغلاديش الشعبية، الابنة الحصيفة لبنغبندو صديق بنغال، تأهلت بنغلاديش بسرعة فائقة لتنتقل من دولة محدودية التنمية إلى دولة نامية، وبدأت تتدفق موجات التنمية الشاملة. فتم بناء أطول جسر في البلاد، جسر الأحلام بادما، بتمويل ذاتي من البلد، وعدد كبير من الكوبري متعددة الأطراف، والسكك الحديدية ذات المسارين، والشوارع والطرقات للمواصلة في شتاغون، وسكة حديد المترو المنشودة، ونفق قرنفولي، والمنطقة الاقتصادية، ومحطة الطاقة بيروبور، وبنغلاديش الرقمية. بنغلاديش هي واحدة من أكثر البلدان اكتظاظا بالسكان، ذات أغلبية مسلمة، تقع في جنوب آسيا وتتسم بالوئام الطائفي، وهي أرض ذات جمال طبيعي لا مثيل له. وشيتاغون هي أشهر المواني وأهم المدن التجارية في البلاد، يحيط بها الجبال من جانب وخليج البنغال من جانب آخر. مدينة خلابة زاخرة بالخضرة والنضارة، ويعتبر أنها من أقدم المدن في جنوب آسيا. وإن الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغون التي تعد كبرى الجامعات في البلد تقع بضواحي هذه المدينة، على مساحة شاسعة تبلغ حوالي 60 فدانا من في منطقة كوميرا سيتاكوندو. بالإضافة إلى ذلك، فإنه تجري الآن عملية توسيع الحرم الجامعي وتنفيذ مشاريع مختلفة على 200 فدان أخرى من الأراضي. تم تشكيل أمانة الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغون في أوائل التسعينيات، انطلاقاً من الأخذ بالاعتبار الحاجة المليحة لإنشاء مؤسسة تعليمية خاصة لتوفير التعليم العالي لعدد هائل من أهالي شيتاغون والمناطق المحيطة بها. وتجدر الإشارة إلى أن السيد منير الزمان إسلامابادي، المفكر الإسلامي البارز والعامل النشيط في الحركة القومية وأحد الأبطال المناهضين للاستعمار البريطاني والصحفي الشهير، كان يحلم أيضاً بإنشاء جامعة عربية إسلامية في هذه المنطقة، وقد تحقق حلمه هذا من خلال إنشاء الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغون كمبادرة خاصة، والجامعة العربية الإسلامية كمبادرة حكومية. ففي أوائل التسعينيات عقدت عدة اجتماعات في مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بدكة وفي أماكن مختلفة، بما في ذلك بيت الشرف بشيتاغون، بهدف لإنشاء جامعة إسلامية في شيتاغون على غرار نموذج منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد شهد تلك الاجتماعات كل من الأستاذ الدكتور أبو الرضا محمد نظام الدين الندوي الرئيس الحالي لمجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور قاضي دين محمد، وغيرهما من الشخصيات البارزة. وهكذا تم إنشاء الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغون في 11 فبراير عام 1995 من الميلاد، بالمبادرة من مجلس أمناء الجامعة وفق الموافقة الحكومية، مع التخطيطات والمجهودات المتضافرة وأيادي التعاون المستمرة الشاملة من قبل الشخصيات البارزة من داخل البلد وخارجها، حيث يدرس في هذه الجامعة الخاصة المرموقة أكثر من 12,000 طالب وطالبة حالياً في كلياتها المختلفة. وعبر مسيرة 25 عاماً من التقدم والتطور، فقد وصلت الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغون إلى مصاف جامعات القمم الخاصة الرائدة في الدولة، وذلك نتيجة للقرارات الحكيمة والخطوات المدروسة الجادة
من قبل الشخصيات المعنيين بها، ومن أبرز أولئك الذين انضموا إلى مجلس أمانة الجامعة من دول مختلفة ومدوا أيديهم للتعاون والدعم، بالإضافة إلى من تعاونوا من داخل الدولة. معالي الدكتور عبد الله عمر نصيب نائب رئيس مجلس النواب السعودي آنذاك، وفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، ومعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وسماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي، وفخامة الرئيس مأمون عبد القيوم رئيس جمهورية مالديف سابقا، ومعالي الشيخ يوسف جاسم الحجي وزير الكويت الأسبق، وسعادة السفير ناصر حمدان الزعابي رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي وسفير منظمة المؤتمر الإسلامي، ومعالي الدكتور عبد الله معتوق المعتوق وزير الأوقاف ومستشار الديوان الأميري السابق ورئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت، وسعادة الدكتور عادل عبد الله الفلاح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. مع وضع الشعار الجمع بين الجودة والأخلاقية في الاعتبار، تساهم هذه الجامعة في نقل العلوم والمعارف للطلاب والطالبات تحت 6 كليات في 14 قسما، وقد حصلت من بينها كل من قسم علوم الحاسب والهندسة وقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية على الاعتماد من قبل مجلس الاعتماد للتعليم الهندسي والتقني، ويقوم كل من كلية الحقوق والصيدلة بممارسة أنشطتها وفقا لسياسات مجلس النقابة ومجلس الصيدلة على حدة، ويتاح للطلاب فيهما بتسجيل أسمائهم لدى هذه المجالس تحت إشراف الجامعة، ويتم فيها عملية التدريس للبنات مستقلة في المنطقة الأكاديمية الخاصة بالبنات، وبجانب الطلاب البنغلاديشيين يدرس في الجامعة عدد كبير من الطلاب الوافدين، وقد تخرج فيها أكثر من 300 طالب وطالبة وافد من بلاد الصين والهند والنيبال وسريلانكا والمالديف والصومال ونيجيريا وفلسطين وتركيا. ويواصل خريج الجامعة الإسلامية العالمية الشيتاغون مساهماتهم بسمعة طيبة في مجالات تخصصهم على الساحة الوطنية والدولية، لمواءمة معايير التعليم مع البيئة الدولية تم توقيع مذكرة تفاهم مع 10 جامعات من دول مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة العربية السعودية وماليزيا. إن الجامعة المركزية للجامعة يحمل فنا معماريا إسلاميا جذابا والقيم الدينية التي هي النقطة المحورية السائدة في جميع مباني هذه الجامعة، والجامعة منذ نشأتها أصبحت مركزا حيويا من مراكز ممارسة القيم الإسلامية والمثل العليا. تمتلك الجامعة واحدة من أجمل وأكبر المكتبات في الدولة بمساحة 30,971 قدم مربع، وهي مخططة بشكل جيد للغاية، وتضم المكتبة المركزية القطرية ما يقارب من 1,000,000 كتاب تحت أكثر من 25,000 عنوان. إن التعليم هو أفضل استثمار في بناء أمة مزدهرة، فالحلم الذي كان يحلم به بنغابندو صديق بنغال وأبو الشعب البنغالي وأفضل بنغالي عبر 1,000 عام لبناء بنغلاديش الذهبية مليئة بالموارد البشرية الماهرة المتعلمة بالتعاليم الحديثة غير طائفية بنغالية في القلب والقالب، وقد انعكس ذلك في جميع المجالات بدءا من ركن مجيب بالجامعة. إن الفصل الحزين في التاريخ الوطني هو 15 أغسطس عام 1975، ففي هذا اليوم قتل بنغابندو مع 18 فردا من عائلته بوحشية قاسية. فيذكر بكل احترام لائق بنغابندو الشيخ مجيب الرحمن أحسن أبناء الشعب البنغالي منذ 1,000 عام في هذا اليوم باعتباره يوم الحداد الوطني. تتقدم بنغلاديش إلى الأمام تحت قيادة فخامة رئيسة الوزراء وزعيمة الشعب البنغلاديشي شيخ حسينة، وتتقدم معها الجامعة. ومن المعلوم أن التطوير التعليمي يحتاج إلى تطوير البنية التحتية، وانطلاقا من هذا
قد اتخذت الجامعة الإسلامية العالمية شيكاغون خطوات حثيثة من التنمية والتطور منذ أن تولى مجلس الأمناء الجديد للجامعة إدارتها، فتم تنفيذ العديد من الأعمال التنموية بما في ذلك إنشاء طرق جديدة وإصلاح الشوارع الداخلية وتوسيعها بالتعاون مع دائرة الطرق والشوارع العامة الحكومية، كما أن هناك العديد من المباني الأكاديمية، وكذلك يوجد في الجامعة الإسلامية العالمية شيكاغون سكن لأكثر من 400 طالبة في المبنى الخاص بهن في بهدرهات بالمدينة، ويجري بجانبه حاليا عمليات تشييد مبنى شاهق متعددة الأدوار ومشاريع أخرى بالتعاون مع الأمير محمد بن عبد الله ابن التركي بن عبد العزيز آل سعود. أما برج الجامعة الإسلامية العالمية شيكاغون هو مشروع وقف ممول من قبل البنك الإسلامي للتنمية في أقرابات المنطقة التجارية لمدينة شيكاغون. من المعلوم أن نظام المواصلات شرط أساسي للتنمية الشاملة، وبالتعاون المخلص مع الحكومة بدأ إنشاء محطة كوميرا للسكك الحديدية للمواصلة من وإلى الجامعة التي تقع على مسافة حوالي 22 كيلومترا من مدينة شيكاغون، والتي تعتبر إحدى الخطوات الرائدة في الوقت المناسب التي اتخذتها إدارة مجلس أمناء الجامعة الحالي. إن طلاب اليوم هم قادة الوطن في المستقبل، والجامعة تعمل دؤوبا لتنمية الموارد البشرية المهرة مع الجودة والأخلاقية والمؤهلات اللازمة، ومن أجل تنفيذ البرامج المختلفة بكفاءة وبأكمل وجه، فإنه توجد في الجامعة قاعة المحاضرات ذات طابقين متعددة الأغراض التي تستوعب 1300 طالب وطالبة، وهي شاهدة حية عبر برامجها المتعددة لحضور الشخصيات البارزة والعلماء المشهورين من داخل الدولة وخارجها، مما جعلت البرامج التعليمية بالجامعة أكثر شهرة وقبولا محليا ودوليا. إنما لدى هذا الحرم الجامعي من نظام النقل الخاص به للطلاب والطالبات لهو مثال فريد من نوعه، يتضمن جميع التسهيلات لنقل الطلاب والمعلمين والمسؤولين وفقا للجدول الزمني المحدد بأسطول يتكون من أكثر من 110 حافلات وميني باص وحافلات ذات طابقين المخصصة من قبل الحكومة. ومن أهم الميزات الرئيسية لهذا الحرم الجامعي هي بيئتها الساحرة الجذابة، حيث تم تسمية حرم الجامعة الإسلامية العالمية شيكاغون بالحرم الجامعي الأخضر من قبل فخامة رئيسة الوزراء شيخ حسينة. إن الحكومة تبذل أقصى جهودها بلا هوادة لإحداث تغييرات جذرية ونقلة نوعية في قطاع التعليم في البلاد، والجامعة الإسلامية العالمية شيكاغون أكبر جامعة من الجامعات الخاصة في بنغلاديش، وهي تفتخر بكونها شريكة في هذا التغيير الجذري بقطاع التعليم في البلاد. كما أن الجامعة الإسلامية العالمية شيكاغون تواصل تقديم مساهماتها الفريدة في مجال التعليم للدولة وشعبها من خلال مسيرتها 25 عاما من التقدم، فامتناننا المتواضع وتقديرنا الخالص لجميع أولئك الذين ساعدونا بأفكارهم وتوجيهاتهم ونصائحهم وإرشاداتهم وأموالهم وجهودهم في وصولنا إلى هذه المرحلة في هذه المسيرة العظيمة المباركة. أطيب وأفضل التهاني والتبريكات لضيوفنا المدعوين الحاضرين الكرام في الاحتفال بمهرجان الجامعة على مرور 25 عاماً.